السجن 5 سنوات بالسجن الناري الحار لأنك غشيت بفيديو تحدي البيت الثلجي ضد البيت الناري. وانت يا عبودي أفندي كمان محكوم عليك بالسجن 5 سنوات بالسجن الثلجي المبوظ لأنك غشيت كمان بنفس التحدي، تحدي البيت الثلجي ضد البيت الناري. اثنيناتكم محكوم عليكم بالسجن 5 سنوات. خمس سنين سجن. خلص قطعتوا لي قلبي. عندي اقتراح، رح اعطي لو كل واحد فيكم 5 تحديات. 5 تحديات للسجن الناري و5 تحديات للسجن الثلجي. كل تحدي بتفوز فيه بخف عليك سنة من سنوات السجن. يلي بفوز ب5 تحديات بيطلع هو اول من السجن، والتاني رح يبقى للأسف في السجن. لا بفوز ان شاء الله. لا أنا الأول. التحدي جدا حماسي. يا الله. التحدي حماسي. يا الله. بين السجن الناري والسجن الثلجي. يلا نبدأ بأول تحدي مع السجن الناري. وهلا في عنا أول تحدي. في عندك يا بابا أحمد 4 صحون، وبكل صحن في عندك 2 قطعة من الناجيت. لازم تخلص هالكمية كلها في أقل من دقيقة. يلا جاهز. ولكن المفاجأة عندك هي الشطة الحارة. لازم تغرق القطع تغريق تغرقهم بالشطة الحارة. يلا 1 2 3. يلا يا بابا حط غرق بالشطة الحارة. هات أنا بحط لك شطة حارة. لا شطة حارة. يلا كل رح غرق لك ياهم بالشطة الحارة. كل يا بابا كل. ماما بتضحك لهم؟ لكن حتى تتعلموا وتغشوا في تحديات بشورة هوم. خليك الثلج يا عبودي أفندي، خليك الثلج بالسجن الثلجي. حارة. يلا يا بابا رح تخسر التحدي. ها ما تم عندك غير 20 ثانية. هاي الصحن الثاني. يلا يا بابا. بابا يو بابا حري. يلا يا بابا ما بقي عندك غير خلص الوقت للأسف خسرت التحدي. ما لحقت تاكل قطع الناجير. وهلا يا عبودي قدامك هالآيس كريم، لازم تخلصها في أقل من دقيقة. يلا بابا عير له الوقت. يلا بلش تحدي يا عبودي أفندي. يلا يا عبودي أفندي. باردة جدا مو هيك؟ بارد. يلا السجن الثلجي. هو بارد. أساعدك. يلا السجن الثلجي. يلا حار. أساعدك يا ابني أساعدك. لا ما تغش أساعده، هذا ابني. انت في السجن وبدك تغش كمان. يا الله بقي 10 ثواني. 8 7 6 5. وبتفوز يا عبودي أفندي، بتفوز بأول تحدي. في عندك هون هذا الرمل الحار النار جدا، وفي جواته مفتاح. بدك تلاقينا هذا المفتاح بأسرع وقت خلال 30 ثانية. بس بلشنا الوقت. حار. شفته بس حار. شفته كوني. وين صار المفتاح؟ قولي. شوف
شوفوا 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 بابا أحمد عم يتعذب بالسجن الناري. كرمال بابا أحمد إذا بتحبوا بابا أحمد حطوا له لايكات كتير وقلوبة باللون الأحمر. وهون عبودي أفندي مسكين عم بيعاني بالسجن الثلجي. والله يا عبودي جاهز للتحدي؟ جاهز. عندك هون بطولة الفم البارد جدا، وعندك هون كمان المنتوس، ومعك 30 ثانية لنشوف إذا رح تقدر تتحمل هالبرودة ولا لا. يلا 1 2 3. رحت عبودي. يلا يا عبودي أفندي. فرجيني وشك. بارد بيت المنتوس. منتوس. يلا عندك المنتوس كمان. وقدرت تتحمل البرودة. وهلا عندك تحدي يا بابا أحمد. هاي الأندومي الكورية الحارة، أندومي الدجاج الغاضبة، لازم تاكلها خلال أقل من دقيقة. بس مو هيك على حالة، طبعا لازم تضيف عليها الشطة الحارة النار. تفضل يا بابا. بلش 1 2 3. بلشنا التوقيت. لازم تكتر. ورجينا الشطة الحارة. كتر يا بابا كتر. طبعا انت السجن الناري، لازم كل تحدياتك نار وشرار. عبودي افندي مسكين عم بيعاني بالسجن الثلجي. مسكين عبودي افندي. كول تستاهل. ما في مي، ممنوع انت بالسجن الناري. ممنوع المي، ممنوع اللبن، ممنوع اي مساعدة. يلا يا بابا باقي لك 18 ثانية بس، نشوف رح تفوز بهالتحدي ولا ما رح تفوز. يلي يقول بابا رح يفوز يحط لايك. في عندك هون هالبوز، وفي جواب هالبوز لعبة صغيرة بطة، ومعك أقل من دقيقة لحتى تنقذ هالبطة الصغيرة من هذا التلج. يلا يا عبودي. جاهز يا عبودي أفندي؟ جاهز. يلا نبدأ التوقيت 1 2 3. بربل رجيني جيبة. عندك هل شبس الحار الناري بدك تاكله خلال اقل من دقيقه. يلا بلش. ورجينا يا مبين نار. يلا الوقت عم يمشي. لا ممنوع الماء ممنوع العصير ممنوع اللبن. انت بالسجن الناري، تحدياتك نار وشرار. يلا يا بابا ما بقي لك وقت كثير. يلا يا بابا الوقت عم يخلص. خلصت. يلا يا عبودي افندي، في عندك هذا العصير المبوز التلج، بدك تشربه بأقل من دقيقة. يلا يا عبودة جو، بدينا الوقت. بوز. يلا يا عبودة. يلا بسرعة. بسم الله. بارد. طبعا انت بالسجن الثلجي، يعني معقول اعطيك شي حار؟ بارد. خلصت. اوه يا عبودي افندي بهالتحدي فزت. وهلا
وصلنا للجولة الحاسمة، هي اللي رح تفصل بيناتكم وتفصل مين اللي رح يطلع من السجن ومين اللي رح يبقى بالسجن. للأسف عندك يا بابا أحمد هالمصاصة الحارة بالنار، وما ولازم تاكلها كلها خلال أقل من دقيقة. شوفوا 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 بابا أحمد شلون عم يتصبب عرق بالسجن الناري، حتى تشوفوا شقد الجو عنده حار. سجن ناري، تحديات حارة، وموجودة جنبه المدفأة، وعم بيعاني بالسجن الناري. يلا واحد اثنين ثلاثة. يوه شو هاي؟ فيها بودرة حارة؟ ما أقدر. يلا 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 جربها. يا الله يا الله ما أقدر، حارة. جرب جرب جرب. حارة حارة. هاي المصاصة أول مرة نجربها في تحدياتنا. إذا بتحبوا هالنوع من التحديات تكتبولنا بالتعليقات. لا لا يا بابا بدك تنسحب؟ ما بقي لك وقت كثير. ها عجل يا بابا عجل عجل، هاي الجولة حاسمة. برد برد. الله ما قدر. عجل عجل بقي لك 8 ثواني بس. ما قدر. عبودة أفندي يا حرام، تلج تلج بالسجن الثلجي. ما قدر سحب. لا 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 لا. وهلا يا عبودة أفندي قدامك تحدي كتير صعب، رح نجرب يا عبودة نحط بظهرك كمشة من البوز، وإذا قدرت تتحمل هذا البوز لثلاثين ثانية. خليك هون انت بالسجن الناري. يلا جود نايت. السلام عليكم يا معلمي. ليش كل هاد متأخر؟ معلمي ما صار 9 ساعات. روح القلق، عندك تكنيس المعمل كله، ما بدي اشوف ولا وسخايه. امرك معلمي.